السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثالث ابتدائي. النهاردة هناخد درس الأرض الحمراء. تعالوا مع بعض نقرأ الدرس. عاد أمير من المدرسة فوجد أمه تجلس مع صديقتها سلوى، وفي أثناء دخول أمير جذب انتباهه قولها الأرض الحمراء. استأذن أمير وسأل: ما الأرض الحمراء؟ قالت سلوى: أحسنت يا أمير، سأحكي لك من البداية. كنت في رحلة مع وفد سياحي إلى الواحات. الأم: الواحات أرض خضراء وسط الصحراء. سلوى: الواحات تتسم بالجمال الطبيعي، ومن أجمل الواحات التي زرتها واحد سيوة، قد أطلق عليها القدماء الأرض الحمراء. ليه؟ وذلك لأن تربتها تميل إلى الحمرة، وعندما ترى هذا المكان تشعر بالراحة والإطمئنان، حيث تجد أشجار النخيل متعانقة حول بحيرات الماء العذب. سأل أمير: ما أنسب الأوقات لزيارة واحد سيوة؟ قالت سلوى: في فصلي الربيع والخريف، حيث الجو المعتدل. قال أمير: ما أجمل الواحات. تعالوا بعد ناخد معاني المفردات. معنى تتسم: تتصف. معنى أطلق عليها القدماء يعني سموها، يعني واحد سيوة أطلق عليها القدماء الأرض الحمراء، يعني واحد سيوة سموها الأرض الحمراء. تعالوا ناخد التدريبات. ضع علامة صح أو خطأ. سلوى تعمل طبيبة، صح ولا غلط؟ عيون الماء في سيوة تستخدم في الاستشفاء، صح ولا غلط؟ الجو المعتدل في سيوة في فصلي الصيف والشتاء. جمع الواحة الواحات. تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. يبقى الإجابة سلوى تعمل طبيبة طبعا هتبقى غلط. عيون الماء في سيوة تستخدم في الاستشفاء طبعا هتبقى صح. الجو المعتدل في سيوة في فصلي الصيف والشتاء تبقى غلط. جمع الواحة تبقى الواحات صح. كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وإلى لقاء آخر.